أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث التي نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية، وكذلك حديث كعب بن مالك، هل يفهم من هذين الحديثين أن من نذر أمرا لا علاقة له بالعبادة ذاتها فإنه لا كفارة عليه؟ هذا عبادة، هم يبون عبادة، وما في شك أن بذل النفس في طاعة الله أنه عبادة، هم يريدون هذا، يريدون أن يبذلوا أنفسهم لله عز وجل ويتعبوا من أجل العبادة والتعب، فهم ما هو بهذا من خارج عن العبادة. لكن العبادة إذا صارت ثقيلة ولم يكلفك الشارع بها فلا تدخل فيها من الأصل. نعم.